ولكنه يضيع الكرة في هذه الكرة، تسديدة أخرى، تسديدة أخرى للاتحاد، وصالحي على مرمى شبيبة القبائل، كودري يدور بالكرة ثم يسدد، وفيستون في الهجوم، هذا هجوم آخر لشبيبة القبائل، لا توجد وضعية تسلل، محاولة التوزيع، الدفاع أقرب، وأخرى أخطر لقطة في المباراة وأخطر فرصة من أمام عبد الرحمن مزيان. لاحظوا الإعادة التوزيعة من شريفي وعبد الرحمن مزيان أمام الصالحي، رائع. الصالحي كان الأروع وكان المتألق في هذه اللقطة. مزيان يعود الكرة ويسدد بالشتاء لشريفي رضوان، محاولة التوزيع مرة أخرى الصالحي، منفذة لكن إلى زماوش هو الأقرب. المدرب يستغل هذا الوقت، تمريرة أخرى على الجهة اليمنى لأماعوش، ماذا يفعل؟ أقاسم محاولة التسديد، أول تهديد حقيقي لشبيبة القبائل بهذه التسديدة. لاحظوا الإعادة، التسديدة كانت مركزة ولكن زماوش هداف فريق اتحاد العاصمة. مزيان مرة أخرى، التمريرة لكودري أو يايا، والهدف الأول لاتحاد العاصمة. 5 دقائق كانت كافية ليايا وللاتحاد لافتتاح باب التهديف. يايا والفرحة الكبيرة، وسط فرحة جماهيرية كبيرة للاتحاد، يايا فوزي ينهيها في الشباك ويمنح اتحاد العاصمة التفوق. لاحظوا الإعادة، ويايا من دون أن يراوغ باليمنى ويسدد باليسرى ويضع الكرة في الشباك ويمنح اتحاد العاصمة. ولكن العمل الكبير والجميل والرائع قام به مزيان وفرحة يايا في هذه اللحظات. مرة أخرى على الجهة اليمنى وفي الوسط لإبارة، محاولة التوزيع، إبارة كاد أن يضيف الهدف الثاني للاتحاد لولا صالحي البارع. القاري كرة أخرى لشبيبة القبائل، هجوم آخر لأيت قاسي، محاولة التوزيع، الشبيبة تضيع هدف التعادل. كرة أخرى لإبارة، ينطلق إبارة من أمام تيزي وعلي، ماذا يفعل إبارة؟ محاولة المراغة لكن يفشل. ونهاية اللقاء، غربال إذن يعلن عن نهاية المباراة بفوز اتحاد العاصمة، نهاية الكلاسيكو بين الاتحاد وشبيبة القبائل. هذا لوبجيكتيف تاعنا توجور سي لي 3 بوان مالغري نابورت ادفيرسير. الحمد لله اليوم شفنا جياسكا ثاني داروا بون ماتش، حنا درنا بون ماتش، حاجه مليحه، روح رياضيه فوق الميدان. حنا لعبنا بوكو بلوس اليوم على النتيجه، وين كانت مباراه صعيبه يعني للفريق شبيبة القبائل اللي نحترمه كثير، عنده فرقه مليحه. نظن احنا اليوم لعبنا على لي 3 بوان باش نكارتيو يعني نوسعوا شويه لي كار اونتخو نو. الحمد لله اون بريمير بلاس ديتاشي بسي بوان. نظن سي ان ماتش اليوم درنا به لا ديفيرونس، جيسبر نكملوا هكذا جوسكو بو ان شاء الله. طبقنا لي كونساي تاع لونترينر وين جبنا لا فيكتوار هذه، وين فرحنا الشعب تاعنا الحمد لله. عجبك الماتش؟ صح. صح ماتش واعر، صح ما ربحنا، قدرنا على الفوز. هذه هي كرة قدم، احنا على كل حال درنا مقابلة في المستوى. اينو جون ماركي او كو دو جو، وين حنا اللي كان عندنا الكرة، كانت عندنا الكرة، بحمنا الكرة، خلينا ليسباس اللي ما يلقش نخليها سيتو في وسط الميدان، هذا اللي خلاونا يسجلوا علينا الهدف. الحظ ما كانش معنا وين كنا نسجلوا الهدف التعادل، لكن هذه هي كرة قدم، لازم نتعلموا ما من الحوايج كيف يقولوا من الانهزامات،
وان شاء الله نزيدو نتقدموا لقدام باش يكونوا مقابلات كان ان شاء الله نكونوا في المستوى باش نجينا هنا باش نجيب لي 3 بوان. مي ما كتبش ربي اش نقول لك، نقول لي اسمع بصحتهم داروا بون ماتش ثاني الحمد لله. مام مالغري الاحداث اللي صرات هذه كانت روح رياضيه فوق الميدان مام بيبليك، واش نقول لك احنا دوك خمو في المقابله الجايه ان شاء الله باش نخلي 3 بوان في تيزي.